السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديدة. بالنسبة للسلطة، هو خديت الخس قطعته، مطيشة و لي طوماط سوغيش، دوك مطيشة الصغار ولا مطيشة العادية اللي كان عندكم، الخيار، غادي ندير الملح، البزار والخل مع شوية ديال الزيت. بالنسبة للحوتة درت فيها مكونات بساط، حكيت شوية ديال الثومة، الربيع، شوية الزعتر، شوية أزير، ودخلتها الفرن تطابت، وقدمت الطبق ديالي على هذا الشكل. كانت عندي واحد الليمونة قطعتها شرائح، شوية الأناناس اللي كان بقى هو درتو تحت من فوق من الخص، وديك السلطة ديال الأرز راه ديما كنحطها عندي في القناة، غادي تلقاو لي ليان تحت في صندوق الوصف. بالنسبة للسلطة ديال المطيشة والخس، قدمتها في هاد الكيسان ولا في هاد ليفيغين على هاد الشكل، معاهم شوية ديال الفريت. كان هذا هو الغداء المتواضع ديالنا. كنتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم. بسم الله بسم الله، شكون بغا مطفية؟ هذيك مطفية مسكينة يا هذيك، ما عرفتش يديرو تدفع برجليك طويلة طويلة يحصل المرء على السعادة بمقدار ما يوطد عزمه على أن يكون سعيدا. حنا اللي كنجذبوا لينا الحويجات الزوينة ملي كنفكروا فيها، والحويجات الخايبة ملي كنخافوا منها. الله يحقق لكم الأمان يا ربي. وفي الأخير ختمناها في العشاء بهذه الحريرة. السلام عليكم ورحمة الله، اليوم نهار جديد ومعروضة إن شاء الله لواحد الأسبوع، خليكم معايا. أول حاجة غنبدأ بها غنمشي نشري الهدايا. معرفش واش كاين شي ناس بحالي، الأغلبية فيما كنكون معروضة لشي أسبوع كنفضل ناخذ هدايا الام كالبيبي، كنقول راه كلشي غيتفكر البيبي وماشي بزاف الناس غيتفكروا الام، داكشي علاش كنفضل ناخذ هديه للام. فيديو وصلت النهاية ديالها، كنتمنى تكون نال الإعجاب ديالكم. شكرا للعقول الراقية اللي مشتركة في القناة، مرحبا بكل ناس جداد، ما تبخلوش علينا بلي لايك بالبارطاج وبلي كومونتير باش تشجعونا على المحتوى الهادف. كانت معكم ناشرة السعادة، الله يفرحكم يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله.